حبايب القلب مساكم الله بالخير. اليوم بسوي لكم اعلان شقه كذا في كيف. اذا انتم جروب اربع شباب خمسه تبغون شقه كبيره وحلوه في كيف او عائله كبيره وتحتاج محل كويس، هذه شقه ولا احلى. شوفوها، بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. هذا مدخل الشقه، ندخل لكم على طول على الصاله. شوفوا الشقه هذه، هذه صالتها، شقة كبيرة، شغل مرتب، تكرمون. حمامات، هذا حمام واحد، هذا حمام اثنين، تكرمون. هذا المطبخ ومعه بلكونة، هذه الغرفة الأولى الماستر، ما شاء الله. هذه صالتها، نعود إليها مرة ثانية، ارجع. هذه باقي الغرف، غرفة رقم اثنين عليها بلكونة وطلالة كويسة، وهذه غرفة رقم ثلاثة بعد يعني هواياتها شبابيكها حلوة وطلالاتها حلوة، من كل الأربع جهات تطل طلالات حلوة. هذا التواليت مع الجاكوزي، نظام فندقي عندهم، نظام الحركات الحلوة هذه، الصوابين والشامبوهات. هذه غرفة رقم أربعة، هذه أحلى غرفة صراحة، إذا تحس إنها بناتية أكثر مما هي رجالية، جميلة وفيها بلكونة كمان، بلكونتها حلوة، ثلاجة، وهذه تطل على طول على الكريشاتك. موقعها اصلا موقعها موضوع ثاني. طبعا احلى شيء في هذه الشقه المكان هذا، هذا اصلا المكان هذا يسوى لحاله قيمه الشقه ودبل. هنا تراس او بلكونه على جلسه عربيه على شارع الكريشاتك، على مترو كريشاتك، نفس المترو، يعني انت على طول على المترو دايركت. هذا المترو هنا، هنا جلسة في تراسة، جلسة عربية، تجلس هنا وتكي، فيها تلفزيون وجو ولا أحلى، ما شاء الله تبارك الله. راح الشقة هذه أنا أعشقها كثير، ما شاء الله تبارك الله. بعد تجي هنا، هذا هنا المنظر، كلكم تعرفون شارع كريشاتك، هنا المكدونالدز وهنا مترو كريشاتك تحت، تجلس هنا بس تتفرج بالناس. من عندك ما يحتاج تطلع تمشى في كريشاتك ولا شيء. هذا انت في احلى موقع. الكافيهات تحتك. الناس ما شاء الله تبارك الله. انا انصح في الشقة هذه للعوائل. محل سيف امن، شوفوا بابا هذا هو على طول، شوف. هذا اللي عند هذا. هذا الباب حق يعني آمن، سواء عوائل سواء شباب. طبعا اهم شيء البخور في الجلسه العربيه والقهوه الحين تجي والعلوم الطيبه والتمر، والله يحييكم اللي حولنا بكيف، الله يحييه.